وكان ربي تبارك وتعالى هني ريح أن قيت ماتن يفاد الإسلام يفاد ميدن أرت زين قراتسن أرت ماغن أرت حرابن إن يسن ربي تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانت نوع رابن حل جاهلية قبل الإسلام يعني ارتماغن إلى الحروب قرانسن ماغن في كاليون ماغن في تينيوين ماغن في ومان ماغن في ولو زين بالعلاقة قرانسن القبيلات ماغن القبيلية دا دواري ماغن دوارد يصف ضربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمون سيس كلو أعربن كلو لا ما يمقرن ولا ما يمزين ولا ما يقن أرقاز ولا ما يقن تمغارت لا ما يقن الحر ولا ما يقن يسمق. إن يصنع ربي تبارك وتعالى يخسد تكتي من نعمة يد تشكرن في الله ربي تبارك وتعالى ضد الإسلام يريح نقيات الدات يمسلم الكل تدي غنيان قالت النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث الإصحان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الإسلام يريح يحقيت نحي الله يان مريض يان قيت نحي مريض يخسك كل نبي الدرد يجي أسيس نحسو زندو كان يتدات يحكي التضن وخص هاتي الدات كله ارتضنت يحكي التضن وضاد هان الدات كله ارتضنت وريدتم كان اكيد تضنو قيو تقور تسنفوت دات كله ترت بيدان اركي حيجي غير كي تضن ونش كذا سحر اللي سلمتنك ان قيات الدات ان قيا وفوس كل شيء بحال بحال ادور اللي قرات نحل الحسدة ادور اللي قرات نحل الكراهية ادور اللي قرات نحل البغض اتي اللي قرات نحل المحبة ان حبو قرات نحل يعقيد نحل لياني جوعن يخسك كل نبي الدردش كون ديانا يما غديك سيمي كيفاست اركيح الشيء مكتنتا اي جان جتنح وريق الزغل ايمان اتقند كي ارتس بخرورت اتجرنك تمنك ان غات الجوع تروان ثلاث غيونش الجوع ولا يمريض ودرس الدواء اعقيتني حلا يا نوري فهمن يخصك كل نبيد ارتنس علم ارتنس فهم ونش كده يقال الاسلام ماشي كرا اد كيس نقين تيمين تقمينس اروين تقمي واتجارن اكيش انت غيني اغنيتي اتدوري السرب حربي اوهو ونش كدوري قال الاسلام يخص بنادم ما يماغ ايريد الجامعه ايريد مسلم الكل اي كان كيتسن ونش كان سحر ربي تبارك وتعالى اتنق زون دغراب تلا بريكت فتلا بريكت اركي حبي الدغراب باش يبيد الدين يخص كرا اي عاون كرا واللي وري غران اي مل واللي غران اي مل يغلي وري غران واللي دال الفلوس اي صفوغ العشر يفتو اللي رطف الفلوس واللي صحان يقوان اي عاون واللي ضعيفن كرا يعاون كرا اركي حبيد الدين الاسلام اي البناء يعني يا غراب يقدان يستواني فلكي ماشي كرا يبج كرا كرا يحقر كرا كرا يهجر كرا كرا يزيد كرا كرا ولي يحمل كرا هاتي كلشي راه نخسر. قالتني النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هانو اللي يمكن تثبيت غراب يحل النظام كنت لا بريك درس بلاص نص درس المساحه نص درس ما حد قدا وهاني غيدوري يعاود زقامز الميزان امز كذا باش يبقى اي قدا غراب باش يقد الدين يقد الاسلام يقد المعامله نح يخصان تبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انتاج المسلم الامازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الامازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.